ما دخل العنف شيئا إلا شانه، ولكن الرفق في شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا زانه. فنحن ننشد الزين فنريد الشين لأنفسنا ولا لأمتنا. أيها المستضعفون في الأرض لا تخلصوا من رحمة الله. الإسلام آت آت آت، وعد من الله عز وجل حق، ولا ينصرنا الله من ينصره، ثم تكون خلافة على منهجهم.